السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. مباراة جميلة مثيرة وشيقة للغاية ونهاية جنونية، تلك التي جرت بين المنتخبين العراقي والأردني في الدور 16 لكأس إفريقيا للأمم بقطر. والمنتخب الأردني افتتح باب التسجيل بعد استغلاله لخطأ في دفاع المنتخب العراقي في أواخر الشوط الأول عن طريق يزن النعيمات. ومع بداية الشوط الثاني سعد ناطق، وفي منتصف الشوط في الدقيقة 67 يعدل النتيجة لأسود الرافدين. بعدها حسين يتمكن من إضافة الهدف الثاني، في الدقيقة 75، وبعدها مباشرة طرد من المباراة. وفي أواخر أنفاس المباراة المنتخب الأردني وفي سيناريو هيتشكوكي يتمكن من تحقيق ريمونتادا مثيرة في الوقت البديل، حيث تمكن أولا يزن العرب من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 5 بعد 90، ومباشرة بدقيقتين تمكن نزار الرشدان من منح هدف الثالث والتأهل للنشامة في فرحة جنونية غير مسبوقة. هذا وسيلاقي المنتخب الأردني نظيره الطاجيكي في الدور الربع النهائي من أجل افتكاك مرتبة في الدور النصف النهائي. أما المنتخب العراقي فقد خرج بدون توقع وأيضا بسخط كبير على حكم المباراة الإيراني، خاصة في لقطة طرد الهداف أيمن حسين والتي أثارت الجدل وأسالت كثير من الحبل. في مجمل القول هي كانت مباراة مثيرة جميلة شيقة، تنافس كبير بين منتخبين عربيين شقيقين. السلام عليكم ورحمة الله.